مستقبل الصحافة الورقية وفي حالة موتها واندثارها أو في حالة عودتها، ما هي المعالجات من وجهة نظركم أن تقدم حتى نقدر أن نتجاوز هذه الأزمة؟ الشيء الذي جذبني في الموضوع من خلال 50 مبحوثا من النخبة وجدت 36% يؤكدون على عدم غيابها وعدم موتها، ولكن لا زالت مستمرة في الحضور. الصحافة الورقية تمر بأزمة كبيرة، تم طرح أكثر معوقاتها في الندوة التي أقامتها جامعة بغداد كلية الإعلام، وطرح فيها أساتذة مختصون كثير من القضايا التي ممكن أن إذا ما عولجت قد تسهم في إعادة وإحياء السلطة الرابعة من خلال الصحافة الورقية التي ما زالت هي الزاد الزاد الروحي لكثير من القراء، فضلاً عن أن هذه المعوقات تتعلق بالتمويل وتتعلق أيضاً بالتوزيع وتتعلق بصناعة المحتوى. كانت الصحافة العراقية فاعلة، وكان حتى الوطن العربي يدخل في مسارات التعلم منها، لكن مع الأسف الآن بفضل التقانة الحديثة لربما كانت الصحافة الإلكترونية وغير فاعلة ورقيا. أنا شخصيا أحب الصحافة الورقية، وأعتقد أن التثقيف والحفاظ عليها يكون ضمن الورقية أفضل.